مباراة أولمبي الباجا والنجم الساحلي التونسي في الجولة الأولى من الدوري التونسي لكي تشاهد معنا هذه المباراة ما عليك فضل الضغط بالزر لاك والشراب وشكرا لكم مسبقا ملعب الذي سوف يستقبل المباراة ملعب استاد عبد العزيز شتوي بالمرصى توقيت المباراة سوف يكون كالتالي في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب والساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والساعة السادسة مساء إن بتوقيت قطر والسعودية والإمارات أما القنوات نقل المباراة قناة الوطنية واحد وقد تنقل أيضا على قناة الكأس واحد والموقع الرسمي لفريق النجم الساحلي نتمنى لكم فرجة لا تنسوا دعم دبي واشترا بقناة وتفعيل خاصة تتسرع كل لكي توصل دائما مواعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة ونضرب مواعيد في موعد قادم